كابتن زي ما قال الكابتن علاء، انت يمكن عاصرت بنفسك اكتر من جيل، سواء كنت لعيب او كمان لما مسكت في الجهاز الفني، شفت بنفسك الكلام دوت على الطبيعه. اه طبعا اكيد، يعني مش هضيف كتير على اللي قاله الكابتن شريف والكابتن علاء. النادي الاهلي جيل عن جيل بيتوارث موضوع الرغبه في الفوز دايما، والفوز بس، سواء في قطاعات ناشئين، سواء فرق اول، على اي مستوى احنا بنلعب فيه. و يعني خلاص دي بقت سمه النادي الاهلي، وجمهوره نفسه اتعود على كده. لسه هقول لك كده، يعني الجمهور نفسه اتعود على كده. يعني في جماهير اخرى لما بتاخد بطوله واحده ممكن تقعد تتغنى بيها 10 و15 سنه. جمهور النادي الاهلي بياخد بطوله يفرح يوم كويس قوي، واول مباراه بعديها في اي بطوله اخرى مظبوط بيطالب اللعيبه انها لازم تكسب. مظبوط. ولذلك اللعيب اللي بيجي النادي الاهلي سواء من المحترفين الخارجيين، سواء من اقصد من مصر او خارج مصر، او الناشئ اللي بيطلع، لازم يكون عنده سمه اللي هي الـ 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 الاراده والمكسب والفوز باستمرار. ولذلك في كتير لعيبه جات قبل كده وكلنا عاصرناهم، سواء كنا احنا لعبوا معانا زمايلنا او شفناهم في مراحل لما كنا مدربين، ما بيعرفوش يتاقلموا مع جو النادي الاهلي في الجزئيه دي. يعني في لعيبه بتبقى جيده وكويسه، يعني كصفقه انت بتشتريها الناس شايفاها صفقه كويسه، بعدين يجي مع النادي الاهلي بتلاقيه محققش هذا النجاح اللي الناس متوقعه منه. او ناشئ مثلا بيبقى متوقع له انه يبقى كويس ويطلع، لانه بيصطدم بالواقع ده. ممكن هو في فرقته مثلا، بتكلم بالذات الفرق الخارجيه، لو عمل ماتش واحد كويس وقعد اربع خمس ماتشات وحش، او اتعادل ماتشين ثلاثه او اتغلب، مش فارق، مفيش ضغط عليه. مزبوط. سواء هو انديه طبعا شركات ما بقاش فيها الضغط الجماهيري الكبير، او لو حتى انديه جماهيريه ما عندهاش جزئيه المكسب على طول دي. معانا على الهواء ووصول بعثه فريق سونديب لملعب المباراه. فهم في لعيبه بتصطدم بالموضوع ده، ولذلك اللعيب اللي في النادي الاهلي بيجي لابد ان الاول يكون عنده شخصيه قويه. شخصيه قويه، لانه هو متحط على طول تحت ضغط انه لازم يكسب. لازم يكسب. ف يعني دي خلاص بقت بقول لك سمه، وربنا يديمها علينا نعمه، لانها بتدينا حافز. صحيح. بتدينا حافز على طول. صحيح. لانه تملي اللي بيبص لتحت قوي بتلاقيه بيتجر لاكتر، يعني بيتجر لتحت اكتر. لكن تملي اللي بيبص للتفوق بتلاقيه تملي بيحاول يبقى متفوق، حتى لو ما نجحش مره او ما نجحش مرتين.